إمبراطورية نيقية. وهو الوضع في الإمبراطورية الرومانية الشرقية عام 1209 بعد 5 سنوات من نهب القسطنطينية. مدينة نيقية هي مدينة يونانية قديمة في شمال غرب الأناضول، عاصمة إمبراطورية نيقية بعد الحملة الصليبية الرابعة عام 1204. في عام 1204 فر الإمبراطور البيزنطي أليسيوس الخامس دوكاس من القسطنطينية بعد أن غزا الصليبيون المدينة. تم إعلان ثيودور الأول لاسكريس إمبراطورا، لكنه بعد أن أدرك أن الوضع في القسطنطينية كان ميؤوسا منه هرب إلى مدينة نيقية. نظم المقاومة اليونانية المحلية ضد اللاتين في بيثينيا باسم والد زوجته، أبرم تحالفا مع السلطان السلجوقي في رم. هزم ثيودور الأول لاسكريس القوات الموحدة اللاتين وطرابزون، وهرب اليونانيون من الإمبراطورية اللاتينية، وهي الدولة الصليبية التي ظهرت في المناطق الأساسية البيزنطية، إلى آسيا الصغرى للعيش تحت حكم ثيودور. دعا مجلسا كنسيا لانتخاب بطريرك أرثوذكسي جديد للقسطنطينية. توج البطريرك الجديد ثيودور إمبراطورا، وأقام مقعده في نيقية عاصمة ثيودور. هزم ثيودور السلاجقة بعد غزو نيقية في عام 1211، واعترف الإمبراطور اللاتيني هنري فلاندرز ضمنيا بوجود إمبراطورية نيقية في معاهدة السلام التي أبرمها مع ثيودور. ثيودور أسس دولة قوية مكنت خلفائه من طرد اللاتين من المدينة وإحياء الإمبراطورية البيزنطية عام 1261، حتى سقوط نيقية عام 1331 على يد العثمانيين، وهي مدينة إزنك الحالية.